الرئيس السيسي يقوم بزيارة لمقر وزارة الداخلية لمتابعة دور الشرطة في العملية الشاملة سيناء 2018 لمواجهة الإرهاب وضبط الأمن. ماراثون الانتخابات الرئاسية ينطلق باقتراع المصريين بالخارج في 124 دولة الجمعة القادم، والوطنية للانتخابات تعلن أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم وغدا للمصريين بالخارج. مقتل 12 شخصا بينهم قياديان من الفصائل المسلحة في غارة جوية على الغوطة الشرقية، واستمرار خروج المدنيين منذ بدء عمل الممر الإنساني. نشرة إخبارية جديدة تأتيكم على شاشة قناة نيل الأخبار، أهلا بكم. أهلا بكم. يقوم الرئيس عبد الفتاح السيسي حاليا بزيارة إلى مقر وزارة الداخلية بالقاهرة لمتابعة دور الشرطة في العملية الشاملة سيناء 2018 لمواجهة الإرهاب. كما يتابع الرئيس السيسي أيضا خلال زيارته لمقر وزارة الداخلية جهودها في مجال ضبط الأمن وترسيخ الاستقرار في جميع أنحاء الجمهورية. ينطلق سباق الرئاسة المصرية بعد غد الجمعة وفق توقيت كل دولة من دول العالم التي تتواجد بها بعثات مصر الدبلوماسية والقنصلية باقتراع المصريين في الخارج بالانتخابات التي يتنافس فيها المرشحان عبد الفتاح السيسي وموسى مصطفى موسى. بدأت فترة الصمت للانتخابات الرئاسية للمصريين بالخارج التي تستمر حتى منتصف ليل الغد. من جهته أكد رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم أن الهيئة حرصت منذ اللحظة الأولى للإعداد للانتخابات الرئاسية على تذليل كافة العقبات وتقديم أوجه الدعم والتيسيرات الممكنة للمواطنين المصريين في الخارج لحثهم على المشاركة في العملية الانتخابية. وللمتابعة انضم إلينا من أبو ظبي سيادة السفير وائل جاد سفير مصر لدى دولة الإمارات العربية المتحدة. سيادة السفير، ونحن في انتظار بدء الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج يوم الجمعة القادم، آخر الاستعدادات لديكم في كافة المقار الانتخابية؟ مساء الخير. الحقيقة احنا السفارة المصرية في أبو ظبي والتوجيه القنصلية العامة برضو في دبي أنه كافة الاستعدادات الخاصة باستقبال الناخبين المصريين وأفراد الجالية المصرية. الحقيقة يعني احنا من فترة طبعا نتواصل مع تجمعات الجالية المصرية عبر كل الوسائل المتاحة، سواء لقاءات مباشرة أو من خلال وسائل التواصل الاجتماعي. دايما كنا بننشر كل الإرشادات الخاصة بالانتخابات على صفحة السفارة الإلكترونية. فاحنا يعني الحمد لله بنتوقع اقبال كبير من الجاليه المصريه، لانه طبعا الجاليه المصريه في الامارات كانت دايما بتتميز باقبالها وحسها الوطني الرفيع، كما مثلها مثل باقي الجاليات طبعا المنتشره في جميع انحاء العالم. طبعا بالنظر لظروف الطقس يعني عدينا خيمه كبيره مكيفه لاستيعاب الاعداد المتوقعه، ان شاء الله انها تبقى بكثافه.
وكل الأجهزة الإلكترونية زودتنا بها وزارة الخارجية، الكوادر البشرية برضو أتتنا من القاهرة. فالحقيقة كلنا يعني مسخرين باستقبال أفراد الجالية اللي بنتوقع أن هم يعني يقبلوا على ممارسة هذا الاستحقاق الانتخابي الهام بكثافة إن شاء الله. طيب هل في تسهيلات سيادة السفير من قبلكم لتوفير هذه الانتقالات للمصريين المتواجدين في مختلف الإمارات؟ يعني الحقيقة المسافات مش شاسعة داخل دولة الإمارات، وزي ما بقول لحضرتك يعني هناك حرص كبير من أفراد الجالية على المشاركة، ولكن يعني بطمن حضرتك أنه طبعا النوادي المصرية المنتشرة وتجمعات الجالية ومن خلال تواصلنا معاهم كلهم طبعا عاملين زي استعدادات كده ان تبقى فيه تجمعات ينتقلوا بيها سواء في السيارات الخاصة او بعضهم تبرع بوسائل نقل اكثر اتساعا يعني لنقل افراد الجالية اللي هم ممكن مرات بعيدة شوية عن المقر الانتخابية. فالحقيقة يعني انا بينتهز الفرصة ان انا اشيد بهذا الحس الوطني الرفيع انه لا في تنظيم حتى من متطوعين داخل الجالية المصرية في ان هم يوفروا وسائل الانتقال. نعم. لباقي افراد الجالية. اشكرك جزيلا من ابو ظبي سيادة السفير وائل جاد سفير مصر لدى الامارات العربية المتحدة. وفيما يتعلق بالانتخابات في الداخل، أكد رئيس قطاع التعليم العام وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازي أن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي وجه بأن يتم احتساب الأيام المخصصة لعقد الانتخابات الرئاسية إجازة للطلاب فقط بالمدارس المخصصة كمقرات للجان الانتخابية. وقال حجازي أن الدراسة ستستمر في باقي المدارس على مستوى الجمهورية بصورة طبيعية ومنتظمة على أن تقوم كل مديرية تعليمية حسب ظروفها باتخاذ كافة الإجراءات المناسبة لتعويض طلاب المدارس المخصصة كاللجان الانتخابية عن أيام الإجازة المنوحة لهم بسبب عقد الانتخابات الرئاسية في الفترة من 26 إلى 28 من مارس الجاري. هذا وتعد الانتخابات الرئاسية القادمة هي رابع انتخابات تعددية وثالث انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 من يناير. وقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم الإجراءات والضوابط التي ينبغي اتباعها ليتمكن الناخبون خارج وداخل مصر من التصويت في انتخابات الرئاسة بشكل صحيح. تمر مصر بمرحلة استحقاق انتخابي مهم وسط حرب ضروس تخوضها ضد جماعات إرهابية، لا سيما في إطار العملية العسكرية الشاملة سيناء 2018، ومحيط عربي وإقليمي مليء بالتوترات والنزاعات. ورغم ذلك تسير البلاد على خطى ثابتة نحو إجراء الانتخابات الرئاسية لعام 2018. الهيئة الوطنية للانتخابات حددت أيام 16، 17، و18 من شهر مارس الجاري موعدا للمصريين في الخارج للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي لكل دولة، بينما تجرى جولة الإعادة إن وجدت أيام 19، 20، و21 من إبريل المقبل. الهيئة الوطنية للانتخابات أكدت على ضرورة أن يكون الناخب المصري المقيم بالخارج مقيدا بقاعدة بيانات الناخبين، كما لابد أن يكون حاملا لإثبات شخصية سواء بطاقة الرقم القومي أو جواز سفر ثابت به الرقم القومي. يدلي الناخب المصري في الخارج بصوته بمقر القنصلية أو البعثة الدبلوماسية المصرية أو أي من المقار الدبلوماسية التي يصدر بتحديدها قرار من الهيئة الوطنية للانتخابات بناء على ترشيح وزارة الخارجية وتحت إشراف أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي. تقوم البعثات الدبلوماسية بإرسال نماذج ونتائج ومحاضر الفرز برقيا إلى وزارة الخارجية، ومنها للجنة متابعة اللجان الانتخابية في الخارج لتبدأ في إعداد محضر لفرز المجمع لكل دائرة، وعلى رئيس لجنة المتابعة تسليم الأوراق إلى الهيئة الوطنية للانتخابات لإعلانها مع النتائج النهائية للانتخاب في الداخل. بالنسبة للانتخابات داخل مصر، فقد حددت الهيئة الوطنية للانتخابات أيام
26 و27 و28 و28 من شهر مارس الجاري للناخبين للإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية بدءا من الساعة 9 صباحا وحتى 9 مساء وفقا للتوقيت المحلي، بينما تجرى جولة الإعادة إن وجدت أيام 24 و25 و26 من إبريل المقبل. يتشكل الهيكل التنظيمي لعملية الانتخابات الرئاسية من الهيئة الوطنية للانتخابات التي توجد بها لجنة متابعة لسير الانتخابات بكل محافظة، بالإضافة إلى 366 لجنة عامة، فضلا عن حوالي 10955 مركزا انتخابيا كالمدارس أو المنشآت الحكومية، وحوالي 13,660 مقرا انتخابيا. يوجد داخل هذه المراكز الانتخابية حوالي 13,660 لجنة فرعية أو صندوق انتخابي. أوضح قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية أن الصوت الانتخابي يعد باطلا في الحالات التالية: أول هذه الحالات استعمال الناخب للقلم الرصاص في التأشير ببطاقة الاقتراع أو إعطاء الصوت لأكثر من العدد المطلوب أو أقل من العدد المطلوب انتخابه، أو إثبات الناخب لرأيه على البطاقة غير المسلمة له أو مقرونا بتوقيعه إذا ما وقع في هذه البطاقة، أو في حالة وجود أي إشارة تخل بعملية السرية للتصويت. يتم الانتهاء من عملية الفرز باللجان الفرعية وإرسال المحاضر للجان العامة في الجولة الأولى في 29 من مارس، وفي حالة جولة الإعادة في 27 من إبريل المقبل. ويتم البت في الطعون يومي 31 من مارس والأول من إبريل، أو يومي 29 و30 من إبريل في حالة الإعادة، على أن يجري إعلان النتائج النهائية للانتخابات في 2 من شهر إبريل المقبل أو الأول في مايو في حالة جولة الإعادة. تواصل وحدات من القوات البحرية المصرية والفرنسية تدريبا مشتركا يستمر لعدة أيام بنطاق البحر الأحمر. يشارك في التدريب عدد من الوحدات البحرية من بينها حاملة المروحيات المصرية من تراز مسترال، وعدد من الفرقاطات ولانشات الصواريخ بالتعاون مع وحدات من البحرية الفرنسية ممثلة في حاملة المروحيات من طراز مسترال، بالإضافة إلى عدد من الفرقاطات وزوارق الصواريخ الفرنسية. وتضمن التدريب تنفيذ الجانبين عددا من الرمايات بالذخيرة الحية والتدريب على أعمال مقاومة الإرهاب وتعزيز الأمن البحرية. وقد حضر الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية أحد مراحل التدريب على متن حاملة المروحيات الفرنسية بمشاركة عناصر من الجانبين المصري والفرنسي. يتوجه مساء اليوم وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الإيطالية روما، حيث يترأس المؤتمر الدولي لدعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، إلى جانب وزيري خارجية الأردن والسويد باعتبار مصر الرئيس الحالي للجنة الاستشارية للوكالة. يبحث المؤتمر سبل إيجاد حلول جذرية للأزمة الراهنة، خاصة مصادر تمويل مبتكرة عبر المؤسسات الدولية وإنشاء شراكات جديدة مع الدول المانحة. كان المفوض العام للأونروا قد أعلن أن الوكالة لديها أموال تكفي فقط لإبقاء المدارس والمستشفيات التي تشغلها عاملة حتى مايو القادم. غادر فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف رئيس مجلس حكماء المسلمين مصر صباح اليوم في جولة خارجية تشمل دولتي البرتغال وموريتانيا. ومن المقرر أن يلتقي الطيب خلال زيارته للبرتغال رئيس الجمهورية البرتغالية، كما يلقي كلمة في الاحتفال الذي يعقد بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيس الجمعية الإسلامية في لشبونة. ثم يتوجه شيخ الأزهر الشريف بعد ذلك إلى موريتانيا للمشاركة في حلقة نقاشية مفتوحة مع كبار علماء الدين حول التصدي لظاهرة العنف والتطرف. ويشهد توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين جامعة الأزهر وعدد من المؤسسات العلمية في موريتانيا.
قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن روسيا حذرت الولايات المتحدة بشدة من أي إجراءات غير مسؤولة في سوريا. وأعرب لافروف عن أمله بعدم تنفيذ الولايات المتحدة لهذه المخططات غير المسؤولة. وكانت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي قد أعربت خلال اجتماع مجلس الأمن الاثنين الماضي عن استعداد واشنطن لاتخاذ إجراءات جديدة في سوريا إذا لزم الأمر. قتل 12 شخصا بينهم قياديان من فيلق الرحمن أبرز فصائل المعارضة في غارة جوية على الغوطة الشرقية بريف دمشق، فيما ارتفعت حصيلة ضحايا القصف على المدينة منذ 18 من فبراير الماضي إلى 1200 قتيل. في غضون ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن أكثر من 300 شخص غادروا الغوطة الشرقية منذ بدء عمل الممر الإنسانية، وأن احتجاجات المدنيين في الغوطة ضد المسلحين ازدادت بعد ذلك. وقال رئيس مركز حميميم للمصالحة في سوريا إن طلبات السوريين تتزايد في الآونة الأخيرة لفتح المزيد من الممرات الإنسانية للخروج من الغوطة، إذ أن المخرج إلى منفذ مخيم الوافدين لا يزال مغلقا بالنسبة إلى غالبية سكان المناطق التي لا تزال تحت سيطرة المسلحين. خرجت أم محمد متعبة كغيرها من حوالي 173 شخص، عبروا الممر الإنساني في مخيم الوافدين حاملين معهم ندبات وجروح لم نرها بأم الأعين، لكن لمسناها بحروفهم المثقلة بالحزن، تارة على ذويهم المرضى وأخرى على ما مروا به من بؤس وظلم. كنا عايشين بزل، شو كنا عايشين بزل، مذلولين، بهدلونا الإرهابية، وكنا ما عندنا كرامة، ما في كرامة، يعني إذا واحد عقل شيء كذا كل ما بيستولوا بيعتقلوا، ما بيخلونا نطلع، ما بيخلونا بيقتلونا، ما بيخلونا نطلع، ما محتمين فينا. بنشوف على التلفزيون مساعدات عم تفوت أحيانا بالكهرباء، والمساعدات يقولوا ما في غير هدول. عائلة عندها 6-7 أولاد يطلع لها كيلو ونص بس رز. وضع سيء جدا 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 فوق التصور، يعني ما بتقدري تتصوري ولا تعبري عنه أبدا أبدا أبدا، يعني جوع وظلم وقلة وخوف وكل شيء. كتاب مدرسي هو أول ما طلبه خالد من عناصر الجيش، فقد اشتاق ليأخذ أبسط حقوقه التي حرمته منها التنظيمات المسلحة، شعور من الطمأنينة والراحة فقدوه سنوات. اجتمعوا هنا في مركز الدوير الذي أمنته الحكومة السورية وزودته بكل المستلزمات لتعود الحياة بجمعاتها وضحكات أطفالها. نحن على أهوة الاستعداد لاستقبال أي عدد بيجينا من الغوطة الشرقية، وجاهزين نقدم لهم كافة الخدمات من سكن وغطاء ولباس وغذاء. نشكر الجيش العربي السوري، ولا نحن في أكل وفي شرب وفي حكمة وفي أدوية وفي كل شيء، هم بخير الحمد لله. بعت سيارتي حق 1.5 مليون، 140,000 شاطع ميلولا، بدلت 200 ركب حق 300,000 كيلين رز شان طعمي الأولاد. ما يسمى بجيش الإسلام جيش الكذاب جيش المنافق، هذا اللي كان متحكم بهالعالم. نحن هلا فرحانين وكتير موزعوا لنا شغلات حلوة. يعني 250 مدني وأغلبهم مرضى، من استطاعوا المضي قدما نحو المعابر الإنسانية في الغوطة الشرقية، متجاوزين قذائف الإرهاب التي أعاقت طريقهم مرارا وتكرارا. رغم استهدافهم بعشرات القذائف الصاروخية أثناء عبورهم من الممرات الإنسانية، إلا أن حاجز الخوف كان قد كسر بعد سنين من القتل والجوع تحت بطش الجماعات المسلحة بالغوطة الشرقية. رنا المتوالي لقناة النيل للأخبار، الغوطة الشرقية. وصف أكراد سوريا تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن أمله بسقوط مدينة عفرين السورية بحلول مساء اليوم بأنها أحلام يقظة. يأتي هذا فيما أعلنت مصادر سورية مقتل 11 مدنيا في مدينة عفرين شمالي سوريا جراء القصف التركي، فيما أفاد شهود عيان بفرار آلاف الأشخاص من بلدة عفرين شمالي البلاد بسبب الهجوم التركي الذي بدأ منذ يناير الماضي. مع استمرار محاولات محاصرة مدينة عفرين شمالي سوريا من قبل القوات التركية ومسلح المعارضة الموالين لها، أعلنت مصادر سورية مقتل 11 مدنيا في المدينة، فيما فر آلاف الأشخاص بسبب الهجوم التركي،
وقتل 10 مقاتلين موالين لدمشق جراء الغارات التركية التي استهدفت حاجزا لهم على الطريق الوحيد المؤدي من مدينة عفرين باتجاه مناطق سيطرة قوات الجيش. دفع الجيش التركي بالمزيد من التعزيزات العسكرية إلى منطقة الحدود مع سوريا، وكان الجيش التركي قد أعلن أنه طوق مدينة عفرين التي تعد مركزا للعملية التي تشنها تركيا ضد المسلحين الأكراد، معتبرا ذلك تقدما ملموسا. وتشن تركيا وفصائل سورية مسلحة موالية لها منذ يوم 20 يناير الماضي هجوما واسعا ضد منطقة عفرين، تقول انه يستهدف وحدات حماية الشعب الكردية التي تصنفها تركيا كمنظمة ارهابية. واعلن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه يأمل في سقوط مدينة عفرين السورية بالكامل، فيما افاد مصدر في الرئاسة التركية ان الرئيس التركي انما اراد القول انه يأمل بانجاز التطويق الكامل للمدينة. اقتربنا قليلا من عفرين وامل باذن الله ان تسقط بالكامل بحلول هذا المساء. ميليشيات سوريا الديمقراطية من جانبها وصفت تصريحات الرئيس التركي بانها احلام يقظة، وان المدينة بها مئات الالاف من المدنيين والمدافعون عنها على اسوارها، ولن يسمحوا باقتراب الجيش التركي وفصائله الارهابية منها بهذه السهولة، محذرة من أن النتائج ستكون عليهم كارثية ومكلفة جدا. نتحول إلى الشأن اليمني، حيث أفادت مصادر عسكرية يمنية بأن طيران التحالف العربي شن غارات استهدفت مطار صنعاء الدولي وقاعدة الديلمي المجاورة له. في غضون ذلك حقق الجيش اليمني تقدما جديدا في جبهة النهم شرق العاصمة صنعاء، حيث تمكن من تحرير سلسلة جبال ربعين والأدمغ بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 26 من ميليشيات الحوثي. قوات الجيش اليمني تواصل تقدمها في جبهة مديرية نهم شرق العاصمة صنعاء، ما يجبر الميليشيات الحوثية على التقهقر والتراجع المستمر. الجيش اليمني تمكن من تحرير سلسلة جبال ربعين والأدمغ بعد معارك عنيفة أسفرت عن مقتل 26 من ميليشيات الحوثي وجرح العشرات وتدمير 3 عربات عسكرية ومدرعتين. تزامنا شن الجيش اليمني قصفا مدفعيا مكثفا على تجمعات الحوثيين في مواقع متفرقة من مديرية نهم، وتم استهداف 70 عنصرا من الميليشيات. في غضون ذلك قتل 15 عنصرا من ميليشيات الحوثي في اليمن خلال محاولة فاشلة للتسلل إلى مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة في الساحل الغربي للبلاد، بينما قتل 9 آخرين من عناصرهم في معارك عنيفة مع الجيش اليمني شمالي محافظة الضالع جنوب البلاد إثر هجوم شنته الميليشيات على موقع للجيش. من جهة أخرى أفشلت قوات الجيش اليمني هجوما بحريا لميليشيا الحوثي استهدف مدينة الخوخة الساحلية التابعة لمحافظة الحديدة عبر 3 زوارق صيد، وأسفرت مواجهات بين الجانبين عن مصرع جميع عناصرها. كانت شعبة الاستخبارات في المنطقة العسكرية 3 بالجيش اليمني قد كشفت عن ضبط عناصر مندسة في صفوف القوات الحكومية تعمل لصالح ميليشيا الحوثي الانقلابية وتخطط لاغتيال قيادات في مأرب الخاضعة لسيطرة القوات الشرعية اليمنية. وعلى الصعيد الإنساني لا زالت معاناة المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية تتواصل، حيث يفتقرون لأبسط مقومات الحياة ويعانون من الحرمان من الخدمات. متابعة ينضم إلينا عبر الهاتف السيد محمد السدح مستشار محافظ صنعاء. سيد محمد، وفقا لآخر التطورات متابعتكم لتقدم الجيش اليمني على الجبهات المحيطة بصنعاء؟ مساء الخير عليك وعلى جميع حضرتك.
طبعا في الايام الماضيه حاولت ميليشيا الحوثي ان تستعيد بعض المواقع التي خسرتها في شرق العاصمه صنعاء، ولكن رتبت لهجوم عنيف وكبير وحشدت عدد من ميليشياتها في هذا الهجوم، ولكن الجيش الوطني تمكن من سقوط هذا الهجوم ومن دحر هذه الميليشيات. جماعة الحوثي منذ 3 سنوات كلما تخسر موقع او تخسر يعني منطقة كانت تسيطر عليها لا تستطيع العودة اليها اطلاقا، هي اليوم بعد هذه الهزائم التي منيت بها تحاول ان تعوض هذه الهزائم عن طريق استهداف الزوارق البحرية او عن طريق تهديد الملاحة الدولية في باب المندب وفي غيرها من المناطق، سواء في ميناء الحديدة الذي لا يزال تحت سيطرتها. يعني عسكريا نستطيع القول بان ميليشيات الحوثي اصبحت محاصرة واصبحت شبه منتهية، ولكن حتى اللحظة القرار السياسي لم يتخذ اذا صح التعبير لاقتحام صنعاء ودخولها. هناك كما يبدو مفاوضات والحديث عن حلول سياسية، ولكن المراوغة التي عهدناها من هذه الميليشيات ومن الدول التي تدعمها لإغلاق هذه المنطقة لا تريد أن يكون هناك حسم عسكري، بل أن تستمر المعركة بهذه الطريقة، لأن الهدف من استمرارها من استمرار هذه المعركة هي إنهاك القوى الإقليمية منها المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات، ولكن هذه التحديات استطاع التحالف العربي تجاوزها. الشرعية اليمنية اليوم تسيطر على 80% من الأراضي اليمنية، ولكن رغم كل هذه التحديات رغم الأوراق التي يعني يريد البعض أن يلعب بها ويحاول أن يحارب هذه الشرعية إلا أنها ستستطيع العودة، وسوف لأنه لا يوجد هناك حل. إذا أرادوا إنجاذ اليمن وإنجاذها وقطع فعلا الخطر الإيراني ليس هناك حل إلا أن يتم دعم هذه الشرعية وعودتها إلى العاصمة صنعاء. أما الدخول في حوار أو تفاوض مع جماعات كهذه فالهدف القادم لن تكون اليمن بل دول أخرى في المنطقة. أشكرك جزيل الشكر السيد محمد السدح مستشار محافظ صنعاء، شكرا جزيلا لك. متواصلون معكم في هذه البانوراما الإخبارية وفيها بعد أنباء الاقتصاد. في ردها على قضية تسميم الجاسوس الروسي المزدوج ماي، تعلن أن بريطانيا طردت 23 دبلوماسيا روسيا وستقاطع كأس العالم القادم في روسيا. الرئيس السيسي يقوم بزيارة لمقر وزارة الداخلية لمتابعة دور الشرطة في العملية الشاملة سيناء 2018 لمواجهة الإرهاب وضبط الأمن. ماراثون الانتخابات الرئاسية ينطلق باقتراع المصريين بالخارج في 124 دولة الجمعة القادم، والوطنية للانتخابات تعلن أن فترة الصمت الانتخابي تبدأ اليوم وغدا للمصريين بالخارج. مقتل 12 شخصا بينهم قياديان من الفصائل المسلحة في غارة جوية على الغوطة الشرقية، واستمرار خروج المدنيين منذ بدء عمل الممر الإنساني. والآن مشاهدينا مع أهم أنباء المال والأعمال في هذه البانوراما. أهم أخبار الاقتصاد مع زميلة حنان الخولي، تفضلي حنان. ريهام وإيمان شكرا لكم مشاهدينا، أهلا بكم في هذه النشرة الاقتصادية وأهم ما فيها. تشجيعا للمنتج المحلي، الهيئة العربية توقع بروتوكول للتعاون مع الشركة المصرية لأعمال النقل البحري.
إلى التفاصيل، حيث أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أكد أهمية تضافر كافة الجهود والتعاون بين مؤسسات الدولة المختلفة تشجيعا للمنتج المحلي والالتزام بتفضيل الخدمات المصرية في العقود الحكومية ومن بينها الشحن البحري. جاء ذلك خلال حضور سيف الدين لمراسم توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المصرية لأعمال النقل البحرية مارترانس، إحدى الشركات الرائدة في مجال خدمات الشحن البحري والجوي والبري، إضافة للخدمات اللوجستية، بما يؤهلها لتنفيذ نقل صادرات وواردات الهيئة العربية للتصنيع في الوقت المحدد وبأقل تكلفة ممكنة. شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية توقيع عقد الاستشارات الهندسية لمشروع مجمع إنتاج حامض الفوسفوريك بمنطقة أبو طرطور في محافظة الوادي الجديد، والجاري تنفيذ أعماله حاليا بتكلفة استثمارية تصل إلى نحو 750 مليون دولار وبطاقة إجمالية تصل إلى نحو 1 مليون طن سنويا من حامض الفوسفوريك. كما أكد الوزير أن المشروع يعد خطوة حقيقية لتفعيل توجه الدولة لإقامة مشروعات كبرى لتعظيم القيمة المضافة من الثروات المعدنية والتعدينية وتحقيق عائدات جديدة من تصنيعها، ما يمثل تحولا إيجابيا في استراتيجية استغلال الثروات التعدينية. بحث وزير قطاع الأعمال العام خالد بدوي مع سفير دولة أوكرانيا بالقاهرة سبل تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بين الشركات التابعة للوزارة والجانب الأوكراني، وأكد الوزير حرصه على تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين والاستفادة من الخبرات الأوكرانية في عدد من القطاعات الصناعية. ومن جانبه قال السفير الأوكراني أن مصر أهم شركائنا بمنطقة الشرق الأوسط على كافة المستويات وخاصة العلاقات السياسية والاقتصادية، مشيرا إلى أن حجم التجارة بين البلدين قد تجاوز 2 مليار دولار خلال العام الماضي. شارك وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولي في معرض بمدينة كان الفرنسية، وهو أكبر معرض عقاري في العالم، وقام بعرض الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى التي تنفذها الوزارة بكل من مدن العاصمة الإدارية الجديدة والعالمين والمنصورة الجديدتين وامتداد الشيخ زايد، وذلك بحضور عدد كبير من المستثمرين الأجانب والمصريين. وأكد وزير الإسكان على أهمية هذا المعرض العالمي، مشيرا إلى أن مصر ستشارك العام المقبل بوفد كبير. كما اقترح الوزير عقد مؤتمر في مصر في سبتمبر المقبل لعرض المشروعات الكبرى على كبار المستثمرين العالميين، موضحا في الوقت ذاته أن مناخ الاستثمار في مصر حاليا جاذب لكل المستثمرين وسيسهم في دفع عجلة الاستثمار قدما. قالت وكيل أول وزارة الإسكان رندا المنشاوي إن جهات الوزارة المختلفة تواصل لليوم الثالث على التوالي تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن توفير التغطية التأمينية للعمالة المؤقتة والموسمية وكافة الفئات غير المؤمن عليها، وذلك من خلال إصدار شهادات أمان، حيث يتم تسليم الشهادات للعمالة بمختلف قطاعات الوزارة. وأوضحت المنشاوي أنه تم حتى الآن إصدار شهادات أمان لأكثر من 350 عامل بعدد من الشركات العاملة بمشروعات العاصمة الإدارية الجديدة. أعلن وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قابيل عن إبرام تعاقدات تصديرية للشركات المصرية التي شاركت بمعرض فرات لوجستيكا، والذي عقد في العاصمة الألمانية برلين خلال الشهر الماضي بقيمة 130 مليون دولار. وأكد وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على مساندة كافة الشركات المصرية المشاركة في المعرض والمعارض الخارجية، بما يسهم في فتح منافذ جديدة أمام الصادرات المصرية في مختلف الأسواق العالمية، لافتا في الوقت ذاته إلى الدور المهم للمعارض الخارجية في الترويج وتسويق المنتجات المصرية.
أكد رئيس الهيئة المصرية للمعارض والمؤتمرات المهندس سامي يونس أن معرض القاهرة الدولي يؤكد على مدار السنوات الماضية تميزه على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث لعب دورا ملموسا في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وجميع الدول المشاركة. وأوضح يونس أن الهيئة ستنظم بالتزامن مع فعاليات المعرض معرضا للصناعات الحرفية واليدوية، وذلك في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة لتنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وزيادة مساهمتها بالاقتصاد المصري. قال رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات إنه سيعقد اجتماعا غدا الخميس لغرفتي الصناعات الهندسية والصناعات المعدنية لبحث توفير احتياجات الصناعة الوطنية من الصاج الذي يستخدم كمكون أساسي في صناعة العديد من الأجهزة الكهربائية المنزلية، حيث من المنتظر إصدار وزير التجارة والصناعة المهندس طارق قبيل قرارا بشأن فرض رسوم إغراق على واردات مصر من الصاج من روسيا والصين وبلجيكا أو عدم فرضها خلال الأيام المقبلة، وذلك عقب انتهاء المهلة الممنوحة والبلغة 6 أشهر للمصانع المستوردة للصاج للقيام بالعملية الاستيراد بشكل طبيعي، وذلك للبت في أمر فرض الرسوم من عدمه. نتحول للبورصة المصرية والتي تراجعت مؤشراتها بشكل جماعي في ختام تعاملات اليوم الأربعاء تحت ضغط من عملية بيع لجني الأرباح من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والعربية عقب ارتفاعاتها القياسية خلال الجلسات الماضية بدعم من مشتريات المستثمرين الأجانب. وقد خسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة نحو 4.3 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 972.9 مليار جنيه بعد تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه. أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أول استثماراته في الضفة الغربية وقطاع غزة، وهو عبارة عن قرض بقيمة 5 ملايين دولار أمريكي، وذلك لزيادة حصول الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على التمويل. كان مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قد وافق في مايو 2017 على بدء البنك في العمل بالضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك من خلال زيادة فرص الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل وتعزيز الإمداد المستدام للطاقة وتقوية مشاركة القطاع الخاص في كفاءة الطاقة والبنية التحتية. وصلنا مشاهدينا لختام النشر الاقتصادي، شكرا للمتابعة، ونواصل معا مرة أخرى بانوراما النيل. إليكم ريهام ميمي. شكرا حنان. أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم أن بلادها قررت طرد 23 دبلوماسيا روسيا على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال في بريطانيا، وأنها ستقاطع كأس العالم القادم في روسيا. وقالت ماي أمام مجلس العموم البريطاني إن الدبلوماسيين الروس أمامهم مهلة أسبوع لمغادرة البلاد، مؤكدة أن لندن ستجمد الأصول الروسية في بلادها. وأشارت إلى أن موسكو باستخدامها غاز الأعصاب المحظور كيماويا في محاولة اغتيال عميل مزدوج سابق في بريطانيا خرقت معاهدة حظر استخدام الأسلحة الكيماوية. وقررت ماي تجميد كافة الاتصالات مع موسكو، مشيرة إلى أن مجلس الأمن الدولي سيناقش قضية تسميم العميل السابق بناء على طلب لندن. في المقابل أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو سترد في أقرب وقت على تصريحات وإجراءات رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي. وقال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن روسيا لا تقبل الاتهامات التي لا أساس لها والإنذار الذي وجهته لندن عندما طلبت موسكو طالبتها بتوضيحات حول تسميم العميل المزدوج. وقال بيسكوف إن روسيا منفتحة على التعاون في التحقيق في الواقعة، معتبرا أن التهديدات البريطانية بفرض عقوبات على روسيا بشأن القضية لن تمر بدون رد.
انتخب البرلمان الألماني أنجيلا ميركل لتولي ولاية رابعة كمستشارة للبلاد. فصوت 364 عضوا في البرلمان لصالح ميركل مقابل معارضة 315 آخرين، فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت. ومن المتوقع أن يكلف الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير رسميا المستشارة الألمانية لتشكيل الحكومة قبل أن تؤدي اليمين الدستورية. ويرى المراقبون أن هذه ستكون الولاية الأخيرة لميركل التي تبلغ من العمر 63 عاما، بينما يذهب البعض إلى تكهن بانتهاء ولايتها قبل الأوان بعد المعارضة التي واجهتها داخل حزبها المحافظ. أثارت إقالة وزير الخارجية ريكس تيلرسون من منصبه ردود فعل عديدة في العالم، والتي جاءت بشكل أساسي بسبب الخلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التعاطي مع قضايا الشرق الأوسط. وتهدد إقالة تيلرسون بنسف الاتفاق النووي الإيراني والتسبب بمزيد من التوتر في علاقات الولايات المتحدة مع حلفائها الأوروبيين الرئيسيين. تحولت التوقعات التي سادت لفترة طويلة إلى حقيقة واقعة بعد أن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إقالته لوزير خارجية ريكس تيلرسون وتعيين مدير الاستخبارات الأمريكية مايك بومبيو بدلا منه، منهيا بذلك مرحلة من الخلافات بين الرجلين بشأن عدة قضايا يتعلق معظمها بطريقة التعامل الدبلوماسي مع أزمات منطقة الشرق الأوسط، بينها الملف النووي الإيراني. ردود أفعال عالمية واسعة النطاق أثارتها إقالة تيلرسون من منصبه، حيث اعتبر الكرملين أن العلاقات مع الولايات المتحدة لا يمكن أن تكون أسوأ في ظل ولاية وزير الخارجية الجديد مايك بومبيو. كوريا الجنوبية من جانبها قالت إن إقالة ريكس تيلرسون بشكل مفاجئ لن تؤثر على التنسيق مع الولايات المتحدة في السياسات المعنية بكوريا الشمالية، مضيفة أنه يمكن للطرفين الاستمرار في فعل ذلك مع الوزير الجديد مايك بومبيو. أما اليابان فقد استبعدت حكومتها حدوث أي تأثير سلبي نتيجة إقالة تيلرسون بشأن تعاونها مع واشنطن فيما يتعلق بالتعامل مع كوريا الشمالية. وأشار وزير الخارجية الياباني تارو كونو إلى أن طوكيو واشنطن وسول سيحافظون على سياستهم في الاستمرار بممارسة أقصى ضغط على بيونغ يانغ لدفعها للتخلي عن برامجها النووية والصاروخية. إقالة ريكس تيلرسون مؤسفة حقا على الصعيد الشخصي، إذ كنا نثق ببعضنا البعض وكنا قادرين على مناقشة الأمور بطريقة صريحة. تملك الولايات المتحدة المفتاح لأزمة كوريا الشمالية، وأود أن ألتقي بوزير الخارجية الجديد في أقرب وقت ممكن لنتبادل الآراء حول بيونغ يانغ وقضايا أخرى. رد فعل أستراليا نقلت وزيرة خارجيتها جولي بيشوب التي أعربت عن شكرها العميق لريكس تيلرسون بسبب علاقات الشراكة بين البلدين، وأكدت استعدادها للتعاون مع الوزير الجديد. الولايات المتحدة شريك مهم وقوي للعديد من الدول في جميع أنحاء العالم، ولحسن الحظ فإن أستراليا لها علاقات عميقة ووثيقة بالولايات المتحدة التي تعد ثاني أكبر شريك تجاري لنا وأكبر مصدر للاستثمارات الخارجية المباشرة وأقوى حلفائنا في مجال الأمن والدفاع. ويعتقد بعض المحللين أن الروابط التي تجمع ترامب وبومبيو سوف تجعل الأخيرة أكثر فعالية في أداء مهمته، غير أن آخرين يتخوفون من عدة أمور، بينها حقيقة أن بومبيو يعد ضمن المنتقدين الذين لا يحبون إيران ويشجعون على نمو تيار الخوف من الإسلام داخل الولايات المتحدة، الإسلاموفوبيا. توفي عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج عن عمر يناهز 76 عاما. وكان هوكينج يعاني من التصلب الجانبي الضموري، وهو مرض عصبي انتكاسي يصيب الخلايا العصبية الحركية لدى الشخص، وقد تسبب له الشلل وتجعله لا يستطيع التكلم إلا بواسطة جهاز كمبيوتر بصوت اصطناعي، تحول إلى سمة مميزة له. ولم تمنع هذه الإعاقة هوكينج من أن يصبح أحد أعظم العلماء المعاصرين، ويتحدى التوقعات التي لم تكن تمنحه سوى بضع سنوات من الحياة بعد إصابته بالمرض. في هذه البانوراما أيضا، ولكن بعد أخبار الرياضة، طلاب اللاجئين الفلسطينيين بالأردن يطلقون طائرات ملونة لمطالبة المجتمع الدولي بدعم حقهم في التعليم.